انا وليا نظميهم برك نظميهم نظميهم في وحده حابه نهضر لها حاجه شنو غير خياك هذيك تقول لي نهضر معك حاجه سامحيني سامحيني ما قبيل سمعتك تهضري في التليفون رجاك والله غير هكذا يعني ما نقدرش ما نسمعش رجاك كنتي تقولي انا ما قبلتيش به هذوك باسكو راكي توقبي عليا نهضر في التليفون وخيرتي ماشي وقبت عليك سمعتك تهضري كنتي تهضري او تفوا شدنيني اليوم هي سمعيني دوكا يا خينا كبير عليك هي سمعيني وي قالك خدي الراي اللي بكيك ما تاخديش الراي اللي ضحكك ماشي وقتها ماشي وقتها جبل ربي فيزياء ماشي وقتها باسكو انا دايره الميكرو ما نقدرش بو با ميكسبريم ما نقدرش نهضر مازال ما بديناش مازال ما بديناش قلبي كاين عفسه على بالك ماليش مازال ما بديناش بصهر الحال فيزياء صاي دقيقه تحب واحد من بعد نحكيو عليها ولا نقول لك كي نبدا ونحكيو عليها واش دخلها حياتي سي بون يمينا هيا لونسي مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج سوق نساء برنامج ترفيهي برنامج نسائي كما راكم تشوفوا برنامج يعني بزاف تمثيلي واحد 80% وفيه شويه تاع هبال او فيت سي اونتر شويه تاع الهبال وبزاف تاع الهبال دونك سي الهبال في لا موين كوا دونك شويه 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 وي شويه شويه خلاص باسكو انايا نورمالمون جو دو دير اوسي باللي حتى حاجه ما راح تصير هنا اللي سيريوز وفيت ما عنده حتى علاقه هذا البرنامج بالسيريو جوستومون حنا رانا ما بيناتنا قعده نسائيه نقصروا كيما نكونوا في الدار بش جو بونس برك لا سول ديفيرونس كي ديا سي كي دي كاميرا وانتم راكم تشوفوا فينا في ديوركم ان شاء الله راح نقدروا نجوزوا وقت شباب نقصروا ما بيناتنا وتقدروا تقرعجوا علينا كيما حنا موالفين نقرعجوا على بعضنا فوالا جيسبر كون فا سيمي سو سوار جو ليسبر دو دو فون دو كور نعاودو نولو قولي لي وعلاه ما قبلتيش به واش ما عجبكش فيه لا 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 قنعيني يا سيدي قنعيني قبل هذا الشيء عندي باش نرحب الجمهور اللي هو حاضر مرحبا به فوالا عاوني يا جمهور عاوني 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 معايا في تنشيط فيزياء علي يميني جبتها لي وفات معاك جاغي بلو ادير كوا كو سوا او على يساري عندي مفيدتي اللي تفيدني صحيتي نو 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 تانكيت ما تانكيت ما نو مي كلاش با سورتو سيل تو بلي او بلا ما ننسى بيان سور جو غارد توجور لو ميور للاخر نو شير انفيتي عندنا معنا سموها وسيله حبيت نديرها بالعاني وفات وسيله مقراني و جمال نادر مرحبا بكم مرحبا بكم معنا الله يسلمك, هيا عليك الشرف ابدا انت الله يخليك خويا تعيش تفضلي وسيله مقران مقران ماشي مقراني ماشي مقراني صراحه الكليه ايبا على بالك يمم كاتبين اسمك مقراني وسيله معليش الغلطه ماهيش عندنا معليش خطا تقني نتقبلوا خليني نتحكم في الاعصاب تاعي باش نتفاهموا وشكرا كي استضفتوني اليوم في الحصه تاعكم تاع سوق نسا يعني حقيقه سوق نسا برك ان شاء الله راكي حتجوزيها معنا يعني مليحه ان شاء الله حبيبتي الله يعطيك الخير ونتحبوا ان شاء الله سورتو لا لا انا نحبكم باسكو سوق نسا معروف بالتقلاله ولا لا لا انا نحبكم ونموت عليكم لا لا تحبينا لا لا سي با هيبوكريت لا لا دري ما خلاص وصلتني سي بون صارت كوميونيكاسيون بيك وسيله وشرفتينا شرفتينا شرفنا حضورك يا عمري الله يسلمك حبيبتي تعيشي توحشتي بزاف مرحبا بك مينا شكرا وكامل الحصه وليكيب وليكيباج وكامل قلتي سوق نسا 80% نسا غير تمهبل نسا ما عمرنا لكش العلمي ترى 85 لا لا يبارك وليكيب اللي راهي تصور وليكيب تكنيك كامل الرجال ولا مساكتين عمك بلي كاباب دوكا حطيح روح هنا ولا لا 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 سنة 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 والله ما طيح روح ما والو عمك بلي حيصرى فيها التنتيف هادي لا لا ما عمرنا لكش العلمي ولا كيفاش محبب الودا والنطق لا لا وفات الفالي 95 فاصل 99 تما حنا 0.01 ما شغل كي جافيل كي جافيل الله يبارك فيك دارت وسيله نتحكم في اعصابي شوف خويا انا نعطيها معلومه برك اسمك وغلطوا فيا معليش معليش شوف خويا جمال فهمها انا نقولها لك وانت قولها لها بس كنبغيش نقولها لها انا نتعلم قولها انت كي تبوتي يدفلوك الرجال
سمحيلي هذه يا اسكو حنا قلنا بلي اوني كونتر لي زوم. لا لا ما قلتوش راكم كونتر بس حنا معلومه برك حنا لا هذه معلومه هذه معلومه حتغيب لي انا خلي وسيله تشهد كيفاش بدات ما ترحبيش بيا انت يا قولي لي صحه انت مع من راكي مع نسا ولا مع رجال انا مع رجال اوكي داكور انا مع رجال كويكم حبيت نسقسيك حبيت نسقسيك مرحبي بالسيد البيت راه 85 الله يبارك الله يبارك ومن بعد رحبي بينا حنايا انت كي داخله غير نسانسه حبي يقول باللي نسا تاع تقلاله تاع لا لا سمعي باش نتفاهموا اسكو صح راكي تقولي راكي تهضري هذا الشيء من نيتك ولا ماذا بك لو كان رحبنا به هو الاول هذه في خاطر وسيله اللي ردت لي على من الرجال يا حبت تقصد كي بديتي المقدمه تاعك قلتي 99% برنامج نسائي 99% برنامج 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 وسوق نساء ما فهمتش انا قلت بالك ما عمرنا لك شي العين ما عليش راح نفوتوها لا 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 عباك شكون هذا اختي بشكون قولي لهم وسيله عباك شكون هذا على بالك لو كان جينا جوست مع لي فام كنا ما نعرضوكش باسكو في كل عدد من برنامج سوق نساء عندنا دائما نعرضوا دو زانفيتي يعني ينفع معنا اللي دائما نبداو نرحبوا بالنساء ما ترحبش بيا انا جي ريغريت انت جي ريغريت انا احبي براجل انا سمحت لك مينا خلاص من قلبي اسمح لي انت لا ما سمحت هي اللي انا شوفي حتى لو كنتي تقوليها لي تسمحي لي انا ما نقدرش انا لازم نبدا انا هكذا المفيد لا سوليسيون الله غالب معلي شوف نقول لك حاجه دوكا مش قاعد ندخل روحي شوفي لازم دخلت روحي سافو تخليني وحدي للعديان وسيله خلاص يا لي جون ما تضربوش رانا كامل خاوه خاوه وحنا نتحبوا والراجل ما يقدرش يعيش بلا المراه والمراه ما تقدرش تعيش بلا راجل لا لا لي توز داكور ان شاء الله نعيشوا سعداء فوالا بسمح بالقلب الصافي انا بالقلب الصافي ان شاء الله يا ربي من عندك نقولوا الموضوع تاعنا اللي هو واش هو هو سؤال وفات ما هما مواصفات فارس الاحلام قالوا على بالكم علاش غير انا اللي درج ما هما مواصفات فارس الاحلام الجزائريات بصفه عامه هذا فوالا دونك سي بتتخ موضوع شويه هذا كومبليكي بزاف تعرف جمال كومبليكي انا كل يوم على مينا انا كل على مينا تسمى مينا اعطينا انت مواصفات فارس احلام هي تبدا هيا روحي فوت جو سي با لا فوز افي ماركي جو سوي ان تي بو بيرتوربي باسكو ديجا بدات حامينا عليك اه لا لا حاسه قلبي راه يدد جو سي با جينا جينا يسمع انا هنا ايما شوفي نقول لك شوفي مينا سمحي لي اللي يدنا لك قسما بالله غير نشوطو هنا ندعمك ندعمك قولي لي برك المواصفات تاع الفارس الاحلام تاعك اللي حابه نعرف الجار انا ما من عادتي وتقالي ديما نبداش بنفسي استناو هذا تسمى تهرب هذا تهرب هذا لا 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 تهرب من الاجابه فوالا لا لا قبل ما نهضر على روحي نبدا نهضر على البنات بصفه عامه لي فام اون جينيرال وشنو هما مواصفات يعني ما نقدرش انا راح نتكلم على كل وحده تكزيستيون لي 7 مليار في لو موند جو سي با كومبيان دو فام يا سور تير دونك فوالا المواصفات راح يتخالفوا بلا كاين وحده تحب واحد طويل واحده تحب واحد قصير واحد سمين واحد رقيق واحد مشيان واحد زوالي واحد مرفه واحد بلون واحد مرفه واحد عنده اللحيه واحد بيان غازي ايه معليش واحد زوالي فهمنا الناس انت واش تحبي هذه هي سؤال مباشر انا واش هاي تهرب بيتها بيرتوربي كوم سا اي تهرب بيتها كملي كملي سي ما في بريفي فوالا اي بون انا اوكي باش نفلاش بوكو فو ملاشي او فيت انا او فيت سانسيرمون بكل صراحه ما عنديش جي با دو كريتير مين راك حابين واش راك حابين واش راك حابين نقول لكم سلكوني معليش انا نسلكك ماشي اللي تحبيه انت شخصك انت كيفاش لا فيزيون تاعك كيفاش راكي شايفه روم ايديال ولا فارس المستقبلي تاعك لا لا جي بيان كومبري جي بيان كومبري بصراحه درتوا لي شغل حطيتوني في واحد المشكل برك باسكو انا جي با دو كريتير فيزيك نهضر عليك مش شرط فيزيك نهضر عليك نهضر عليك خليها خليها تهضر شي عليه باو فارس الاحلام باو الكاميرا عندي يا اخي فارس احلام تاع مينا الشطر اعزائي المشاهدين نبداو في التفاصيل اولا يكون شويه قصير عليها باش تقدر تجوكو ثانيا يكون يدير الشمه بالون رجلي هنايا
ثالثا ديفوندي على روحك ديفوندي على روحك سميت كيما استناي كاينه حاجه ثالثا ويكون قبيح ويغلبوه كاع الناس احنا ما قصديهاش هنا دوك لاز... سي اون بون مانيبيولاتريس فرانشمون فهمونا ما فهمناش وفيت قصديها في حاجه برك شما لا لا شما بالك شويه في الطول بالك وي سي نورمال بالك سي لو سول فات كريتير فيزيك اللي نقدر بالك ني جيكزيج مي بون الا كان واحد قصير با دير نو سي با كاع ماشي كاع اوبستاكل حبه تقولي كون طويل هذا ما كان اوكي نو بالك الا ما جاش طويل سي با بروبليم حبيت نسقسيك بغا ولا بلون يا نو صبري صبري لا لا انا خاطي خاطي الاسمراني الاسمر ضربوك اختي رايح حد درابك هذه ما يطبلوش عليها لا لا يطبلوا الاسمراني الاسمراني ماشي كاع اسمراني وشنو الاشقراني روجي روجي الاشقراني بلو سيريوزمون بلو سيريوزمون واسي لا جو جو رونتري ديريكتومون دون السوجي انا ماذا بيا لوم اللي نكون معاه جو سي با بتيت ان جور بتيت جامي حد صرا لي يكون سا سرا اون بيرسون ان توكا تري ريسبونسابل تري ريسبونسابل تري ريسبكتيو و بالك راجل بالك راجل الله يسهل عليها يدبر راسو كيفاش يكون بتيت ان هوم كي ريسبكت سا بلوتو سا مير اون بروميي باسكو الراجل اللي يحترم امه راح اوتوماتيكمون يفا ريسبكتي توت لي زوتر فام هذه حاجة معروفة. دونك بتت كي جي دي ريسبونسابل انسان انتيليكتويل ما نسحقوش يقول لك فهموا له لا قرا جو با كي لي دي ديبلوم زعما شي با نخلع به نو اوني با دون سوجي دونك فوالا انتوي بور تو يكون برك شويه طويل وانت يا الاخت وسيله اليوم الصباح وانت يا نيا نيا ندير لك اليوم مشاكل اليوم ندير لك المشاكل وشنو احلامك فارس احلامك شباب قليلة فارس احلام إيه لا خلاص انا تزوجت اختي تزوجت الحمد لله لا قبل وسيلة قبل ما تزوجي اكزاكتومون قبل ما تزوجي كيفاش كنتي تحلمي عباك راح يديروا لي مشاكل دخلوا لي 18 عباك بلي دخلوا لي 18 دخلوا لي بون انا في عقليتي ما يهمنيش طويل ولا يهمنيش باب باسكو ما راحش نحطه في لابيبيوتيك نسقم به انا نعرف واش نحب انا يكون راجل فحل سيتو حولي برافو عليك بيسك يكون راجل فحل يجو كاع المواصفات من بعد اللي يكون الا كان معوج يكون يتسقم ولا كان مثلا يتحمل مسؤوليته يكون راجل تقدر تتكلي عليه كي فهمتني ماني فاهمه بيان سور راجل راجل الحمد لله اختي واقف على شي واقف على شي مسؤوليه راجل يتحمل مسؤوليته كما نقولوا بالمعنى نحب انا الراجل اللي يخلعني واللي يمنعني هذه هي اختي طبعا اي فيزيكمو نوريك تصويره نجيب لك الالبوم تاع العرس انا جو سي با قول لنا بالك حنا ما نعرفوش بون فيزيكمو ما نقدرش نقول لك باسكو نبدا نقول لك فيزيكمو نخاف ما باليش انا تتغاشاي ولا خلي لك الاخ الاخت مفيده تحكي لك لا ولا غرق ولا لي ولا غرق ولا لي والله غرق ولا قولي مفيده قولي لا اسكن راجل شباب ولا ماشي شباب راكي هنا راكي دابا تاع انت اللي لازم تقولي لي فيزيكمون شباب قلت لك بون طويل عليا سي ليسونسييل سي ليسونسييل طويل نو سي با ليسونسييل او كونترير بالك واحد شباب راجل لا راجلي شباب وطويل عليا صافي الله يسلمك صافي كاينه هذيك لا ديفيرونس تاع عقد تما انا نقول لك من الاخر ما عندهاش واش تخير عليه اها الله يبارك عليه ربي يكمل لكم وسيله ربي يكمل لكم ان شاء الله دريا الله يسلمك لا قوه بالك حبيبتي ما نقول لك حاجه قسم بالله هذاك السيد تاع مقبل تاع التليفون غير هذاك لي زوم اختي قبلي وهنينا ديري لنا عرس ونغنجو نغنوا لك ديناها وسكرات ديناها علاش ما كنتش حبيت تخلوني نكمل ليميسيون ترانكيلمون شوفي دربوكا شفت بهدايا فيزياء شوفي ما حبيتيش انتي ما حبيتيش هاي اللالي الله انا راني بيرسي الوغ ندورو الفيزياء دوكا فيزياء اللي راهي ساكته
الفيزياء لا يسكت الله يجعل الخير يا اختي. على بالنا باللي امراه متزوجه تقدر تقولنا برك افون يعني قبل ما تتزوج ولا بالك. هذا هو اللي يقول لك محقورتي يا جارتي. انا كنت نبوزي لها لا كيسيون ليها هي بصح ما ريبوندات ليش بصح دارت ليها ريبوندات بصح قلتي لها علاش ما قبلتيش ما قلتيليش وشنو هما المواصفات اللي تحوسي عليهم عند الراجل بصح ما جاوبتينيش يعني جاوبت انا جاوبت حق وجا جاوب بالحشمه وتحمرت حشمتوني هنايا صح وانت انا وين انا يا اختي انا في وقتي نورمال وشنو نورمال راجل اللي حبيته خديته اسكو اللي حبيته باسكو اون بو ايمي اون بيرسون اللي بالك اوني اون كومباتيبل افيك ولا بالك سني با شوفي انا انا ليسونسييل اللي كان بيناتنا كانت عندنا اون بون كومونيكاسيون داكور كنا نتفاهموا في زوج هذا هو ليسونسييل ليا ما كنتش نحوس على الزين ولا على الترفاه ولا لا والو مي كنا نتفاهموا كانوا عندنا لي ميم زيدي كنا بزاف متفاهمين دايرين يد في اليد وهذا اللي نجح الزواج ديالنا الحمد لله ليان اه حابسي 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 اه لا 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 خليها تجاوب وشي ومفيدة حنون يا عمري وشنو هما المواصفات اي حابة تراها لا 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 شي حابة نروح انا هاد المواضيع كل تنوض لي درستي ما نقدرش نهضر تهضر عليا وسيله هباك باللي مفيده لا علاقه مع الحب لا علاقه مع الرومانسيه لا علاقه مع فارس الاحلام ولا عود لا 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 حمار لا حمار لا حمار لا فارس ما علاقاش اطلاقا بتاتا ما نسمحلكش تهضري على مفيده هكذا بعدا والله ما نسمحلكش صح ما نسمحلكش تهضري راني نحكي منيتي صح لا علاقه صح احكي لها باريك زون اسكو تقدر تدخلي في قلبها على بالك بلي راكي شغل وشنو علاش خلوها وسيلة خلوها هي تقول هي تقول لها جاوبي مفيده جاوبي زاف لا اول مره في حياتي نحشم شتي دوكا فهمتوني هيا صفقوا صفقوا لي صفقوا عاودوا نقولوا لو سوجي تاعنا قبل صح نوضح توضيح يقول لك مسيطره عليها ولا لا لا باينه بلي امها اول حاجه بدينا نخدموا اول حاجه قالتها لي امها قالت لي حطيها كي ولدك صالح يا ماما بدينا نخاف عليها بدات معنا صغيره وسيله الله يبارك بدات معنا وسيله بقيت نخاف وسيله نظيفه من الداخل خطيها وفهمتني نخاف تتاثر بال نحكي لك هذه تاع التاثير هذه اللي تحكي عليه هذه تاع التاثير ما تخلينيش نبكي معاكم ربي لا ماشي حبكي انت خلاص بكينا مقبل عندك دمع راكور اختي كملنا البكا كملنا صاير رانا ديبلاسينا شويه وسيله سمحي لي برك نشوفوا دوك ملخص نشوفوا واش البنات واش يحبوا كيفاش يحبوا فارس احلامهم ونعاودوا نولوا اوكي مواصفات تاع راجل الاحلام ديالي لازم يكون طويل يكون عنده زيون وازات شي طويل بزاف شويه عليا ويكون شباب عنده دار عنده ماشي اوبليجي عنده دار مي وشنو ما يكونوش عنده خواتاتو باش نقدر نعيش على تما باباه ويماه نورمال مي خواتاتو لا لا اولا شغل حبيتو يكون طويل يكون طويل يكون سمار ولا ابيض هي نورمال ما تفرقش معايا وليسونسي يكون يتفاهم معايا نتحقق يعني شغل الانسان متفاهم المراه ياك يعني ماشي شرط يحب الله يا اخو ما نكذبش عليك لازم تكون عاقله متربيه وماشي من الجيل هذاك اللي يشرط بزاف وهاك وهاك تاع بكري كيما نقول لك ماذا بيا تكون بنت فاميليا ماذا بيا تكون سطره روحها ماذا بيا تكون تعرف تهدر ماذا بيا تكون تاخذ الراي لسانها ما يكونش طويل اوف افون تو يكون لي فاميليا بيان سور يكون فيزيكمون داكور يكون ان بو بلو غران كو موا 1 متر 70 برون les yeux marrons comme je suis blonde je préfère un brun et puis il connaît une famille bien sûr il compte oui je suis 1m70 brun habo mais des kératine mais comme les gens d'Adoka ou ando des yeux verts qu'on a ando voiture ou dar bien sûr mais je suis maman بوحال بزاف يعني لازم يكون بارفي وفي الجزائر ما كاش بارفي بارفي ما بليش يكون طويل شي با ان بو بلون فوالا ما يكون باهي راهي
خلاص رجال. سمحوا لي قبل لازم نعلق على هذه لون بارفي وما كاينش رجال. شوفي بيان سور الا حوستي على لون بارفي سي نورمال كي جو با لي تروفي. مينا سمحي لي هنا لازم نمد رايي اوطون كو راجل جوستمون. راح نرجع لك على كل حال لازم هيا روحي تفضلي. وي جوست انا جوست راح تفضلي. انا خصنا جمال قبل حاب نعرف القصار واش يديروا. انا سمعت سهلا لا دوك نقول لكم واش يديروا القصار. هما راهم مزوجين والقصار هما راهم بولادهم هما راهم دايرين العائله طوال ماهمش مزوجين. درك نحكيو على على المعايير تاع المراه كيفاش تشوف رجل احلام تاعها ولا فارس احلام. بصح نفتح قوس على واش قالت هذه دوكا تاع ما بقاوش رجال. انا اوطون كو راجل انتم نساء على بالي بلي تغيضكم. ما انا تغيضني وي ما انا تغيضني نسمع نساء دركا تاع هذا الوقت يقول لك ما بقاوش رجال. بصح نقولوها بلا تحفظ وبلا حشمه ما نلوموهمش. كيما كاين شي رجال يقولوا ما كاينش نساء. طبعا رانا كونتر اننا اون جينيراليز با كونتر التعميم. بصح بزاف سلوكات تاع الرجال في هذا الوقت للاسف واش رانا نشوفوا في الشارع هو اللي خلى بزاف البنات يقولوا ما بقاوش رجال. كي نشوفوا رجال واش راهم يديروا لي كومبورتمون اللبسات تاعهم كيما قالت لك الكيراتين والمنقاشه والجن مقطع بلا ما ندخلوا في تفاصيل للاسف خلاو لي جون في تاع دركا يشوفوا يقول لك ما بقاوش رجال. لازم تعرفي باللي المعايير نعاودوا نولوا للنقطه تاعنا معايير تاع فارس الاحلام في الجزائر للاسف البنات يقول لك نحوسوا كذا وكذا 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 مي ما يدوش واش راهم حابين. ما يدوش راهم حابين باسكو المعايير تاع المراه الجزائريه ماشي كيما المعايير تاع لا فونت. طويل ماشي يخطب ثاني بالك. نعم طويل ماشي يعني ياخذ بوزيش قدام ماشي يخطب يدير الكوراج شويه شويه كوراج اخويا على بالك ثاني جمال فهمني فهمه. والله غير هاد الامور انا نقول دائما مكتوب هاد الامور تاع تتقدم تخطب ولا تروح هذا والله غير مكتوب. نهار يحق راجل ومكتوب ويطبطب في الدار كيما مكتوب طفله يروح يطبطب لها في الدار هذاك الراجل. بصح المعايير تاع الرجل المثالي في الجزائر عند الطفله ماشي كيما عند الطفله في الجزائر ماشي كيما الطفله في بلاد واحده اخرى. حنا لهنا في الجزائر يحبوا ماشي على الشرط خلقوا في المخيله تاعهم في ليماجيناسيون خلقوا شخصيات مسلسلات وكذا. انا نقول لهم باللي واش راكم تشوفوا في الفيلم ومسلسلات ماشي هذاك والون بارفي وراح نعاودوا نكملوا. جمال سمح لي سمح سمح عندنا ايشونتيون راهو معانا. اه وي جوستومون هي ما قبلاتوش برك انا سمعت وما حبيتش نقولها. صح انا فهمنا علاش ما قبلتوش. قصير مينا دي بروبليم عباك راكو ديروا لي في المشاكل هكذايا. وزيد نقول لك مش ما تعرفوا كي تشوف بزاف المسلسلات التركيه عيد اي تحلم يجي هكا شي واحد طويل لا هنا لازم ويديها تحوس لا لا لازم نعلق هنايا والله غير خاطين المسلسلات التركيه يجو دوا لو دير باسكو على بالك لو سول اللي نعرفو سمع به سي بيان ان سيغتان مهند قالوا لي قالوا لي قالوا لي دابا يعيطوا لك مهند في الجزائر والله غير مهند. اول مره بالك تبان نهضرها في لاتيلي هذه مي في حياتي ما كرهتش شخصيه كيما كرهت هذا. كان راني حابه نعرف وسيله كيفاش دايره في دارها كيفاش شاطره كيفاش شطرتها في دارها. دوك نشوفوا فاصل ونعاودوا نقولوا. وسيله نعاودوا نقولوا لك شوفي وجدنا لك كامل دوك الدوزان حبينا اليوم تورينا حنه يديك دوك عليك على توجدي لنا يا خبز طاجين يا خبز فطير كسر ما تصعبيها لهاش عندك كسرة في خمس دقائق. اوه عباك هذه في السينما ملعب هذا هذا سان ديفي هذا تحدي يا اختي تحدي. اوي اوي هاي بدا كسرة في خمس دقائق شو هيدا تمسح فيها فوالا هاي بدات توري شفيش طارت بسم الله هذا كوشي هذه دقيق سيداتي خلطوه مع الفارينة ندوق سيداتي بس كنديش فيهم ثقة نخلط شوية ملح سيدتي عندك الملح هاوليك بون مسو ذوقي بلاه سكر ما ديريش علينا ما تكتريش عندك لاتونسيون وي باش ندوق حطوا شوية زيت
يا زهرة شحال بسي برك ما تكثريش من بعد ما تقدريش ترفديها. لا خلطي خلطي وسيلة خلاص اروحوا تخدموا اروحوا. شحال درتي بصح الزيت شحال درتي؟ السكتي السكتي اخا اختي عينها ميزانها فوالا. اه هاي المره الشاطره نقولوا لك ما ديرليش كيما بينا مقبيل طرحت لها سؤال ما حبتش تجاوبني ماذا بيا تجاوبني قلت لك مقبيل وشنو هما المواصفات تاع الفتاه تاع احلامك. اه بابا بوارات ما قدرت لكش هربت لك مقبيل عاودتي وليتي لي لا كيسيون. شفت كيف حسيت بيا دوك بين ثلاثه ما عندي ما ندير ابوندوني. بون انا المواصفات تاعي ولا انا بالك راني كيما يقولوا عينه ايشونتيون على بزاف رجال انا مثل روحي بهذا الجواب بصح كاين بزاف رجال يخمو كيما انا ما نحبش نربط انا المواصفات تاعي بون راهم صارين لي ديغا منا اي ساريا رانا متعاطفين معاك وسيلة معليش بعقلك بالك يبقى نتوخدوا فيك وسيلة راني تحرقت معليش معليش دونك وسيله هكي سي بون كي قايمه بها واش يعني وسيله كصريحه انا رايك واحد الكسره انا ما وسيله معليش ناكلوها شوفوني اللي شاف لي طيب ويدوني للحبس شوفي وسيله واش يعني كصريحه ديريها صح في البلايه اكزاكتومون الريحه الريحه تاع وسيله الريحه بغرير بغرير ريحه بغرير المدار كسره خلي دوك ما جمالي جمالي يرجعنا على السؤال ديالنا ومن بعد عندنا حاجه نقولوا هذو ثاني. انا بالك انا ديجا من الاول كي سمعت سو كنسا جيتكم في ضمانتكم ما نقولكم بالعقل عليا ما تخرجش على الموضوع وشنو المواصفات كمل كمل جمال المواصفات تاعي ما نحبش نربط انا المواصفات تاعي كيما يقولوا في حاجه معينه حاجه سبيسيفيك ما كاش لا لا انا لازم تعرفي باللي خرجت من دار في دارنا كسره قريب كل يوم معناها ما نقولك الشرط مي حاجه كيما يقولوا انديسبونسابل باسكو انا سادير اعزائي المشاهدين او يقول لكم لي ما تعرفش طيب سي با لا بين سوغ او سي با لا بين تسكت بصح كاينه حاجه طياب انا بالنسبه لي ماشي كريتار ولا معيار اللي تبني به زواج تاعك لانه ما تكونش تعرف طيب تقدر سمعنا 10 ايام تقدر شهر ولا شهرين باسكو انت لازم تولي تعرف طيب سكي لوجيك بيان سور حاجه خفيفه بيان سور مي انا المواصفات تاعي ماذا بيا ما تكونش مربوطه كيما يقولوا بوحده طويله ولا وحده كذا وحده كذا ما نحبش ولا بلوند ولا بنون كاين مجموعه من الامور اللي يمشيو كيف كيف هذا بيا تكون كيما يقولوا حاجه الاولى تكون تفهم تكون متفهمه تكون وسورتو سورتو تكون عندها مانيش حاب نقول الحياه مي عباك دركا تكون واقعيه رياليست شفنا مقبل في التقرير بزاف بزاف البنات صادوكا تقول لك نحبوا يشبه الممثل الفلاني ولا نحبوا كذا حنا ماذا بينا تكون عندهم شويه واقعيه انا ماذا بها المراه كما يقولوا ولا المواصفات تاع المراه تاعي انها تكون واقعيه ترضى كما يقولوا بالحاجه اللي راهي كاينه كاينه حاجه ان شاء الله كاينه حاجه مينا ثاني لاحظتها جمال انها تقول له ما نسحقش عنده خواتاته يقتلهم إيه للاسف للاسف هذه للاسف تما ما عندوش يماه إيه انت عندك خاوتك وهو لازم يكونش عنده خاوته درك ما هذه ماهوش مشكل المشكل الاولى اللي تقول لك داري وحدي تقول لك داري وحدي وعلى بالك الوقت اللي راكي فيه دوكا واحد باش يدير داره وحده سي عيب عليها الا كانت راحت الزوالي وقاتلو نحب تكون عندي داري وحدي لا لا روح عند واحد اللي يقدر باش يدير لك انا نظن من حقها انا نظن كما قلتي مينا نتفاهم معك انه وحده اللي يكون لاباس به من الافضل تكون داره وحده حتى من ناس زمان
كان واحد كيزوج وليد ولا كانوا يديروا له افضل جمال خويا. هي من افضل زعما ماشي يعني نقول مانيش نقول الناس كامل تقدر صح، من الافضل سورتو الوقت اللي انا فيه من الافضل تكون صديق زوجين يكون عندهم دارهم وحدهم. باسكو دوك نقول لك علاه، العروسه ما تقول دارت لي العجوزه واللوسه واللوس ولا الشيخ والعجوزه كيف ما تشتكي من العروسه تقول لك هاي دارت هاي عملت هاي فعلت، باش يكون بيناتكم يكون هذاك الاحترام. اسمحي لي لازم استقبال خاص. استقبال اي اي دربوكا اي استار معليش ماشي طايبه معليش المهم المحاوله ماشي نتوما مطنودو ماشي شوفو فيك ليك لا كلا اللي ما حبش ياكل بصحته كورينتي مسوسه ماشي طايبه وسيله. لا ولا غير بنينه فيها البنه فيها البنه شويه هي شوفي ما ماشي طيبه قالت بنينه بنينه خمس عليا اختي واش عليا وسيله اقعدي كوليك ملي الاخر نروحو نشوفو تفوني دي زيفور دوكا وسيله مسكينه نشوفو لقطات تاع لي فيلم نروحو نشوفوهم ونعاودو نقولو لكم. بصح واش يخدم؟ ما على باليش واش يخدم، المهم على بالي بلي مرفه وكثر من بابا. بصح على بالك بلي انا الدراهم ما يهمونيش. طروشتيني دوك ولاو زعما حتى الدراهم ما يهموكش. شوفي فيا شوفي انا وصلنا ليها. الشاعر ما عجبك، الفلاح ما عجبك، المرفهين ما عجبوكش. فهميني شكون هذا اللي هو رايح يعجبك غير كوني مهنيه فايز تاعك ما على باليش بيه. قولي لي سمعت بلي وليد عمك يحبك يموت عليك صح؟ انا نزوج مع هذاك، انا نزوج مع شخصيه ولا والو. مشاهد من دي سيري موريستيك اللي كانوا كنا نشوفوا في بيونا صح. بيونا اللي كانت تضحك في هاد لا سيري بالك واش كانت تقول ما كانش اكزيستي دركا واش شفنا واقع. انا هاد السلسله كانت عندها حوالي 10 سنين دركا رانا لحقنا واش كانت بصح الشروط اللي كانت تضربهم بزاف جمال يا حليل وراجل سيرتو دركا طونوبيل كيفاش راهي هذه احسن صح صح. دوك حنا نوجدوا وسيله اختي مازال ما بريتش بصبعي المحروق واش عليه حنا جينا نخطبوك ما جيناش ندوك سبيطار خطبوني انا جايين نخطبوك نديروا ان تيت ميزون سين نديروا مشهد نلعبوا مشهد نلعبوا اوكي نروحوا نشوفوا الفاصل ونعاودوا نولوا ليك خمي مليحه. تلاش كيفاش راني علاك بابون وليدي خمس عليك كنت حافظك يعيش والبوكي ملاح بوكي على كلش مليح وعلى تعرفني من جينا تاع البلديه بالك تقولي ولا عم بالك من جيب راكاي ها 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 خويتي ها ها عندك ساعه ملي دخلتي للدار اخر ما جابكم اسيدي اختي مفيدة جيناكم بالحسب والنسب نخطبوا بنتك لوليدي جمال حاشا النعمه واش قلتي واش قلتي قلت لك جينا بالحسب والنسب نخطبوا بنتك اي والله وليدي جمال انا نتهنى منها الله يبارك بيلوطة اي عايش حتى تعي بيلوطة شنو واش معناتها بيلوط يما واش معناتها بيلوط اي واش معناتها يسوق الكار حمارة اي يسوق الكار اي صح صح لا لا بيلوط يسوق الكار يسوق الطيارة كيف السما كي الارض البوينغ واش هي البوينغ هذه تمشي تحت الارض لا ها طير في السماء هكا روحي نقول لك بين لاباس عليه
كاش نهار تتفلق به هذه عزرين الطياره وتورثي كلش. والحمد لله وليدي ما يخصو والو. اه اها واش عنده؟ عنده بطاطا باتيسري ما حبش يحطها فوق الطابله انا نشوف انا اي تكرفصت. الفال اللي راني فول تما. اه شوفي لا نقبلو صح يحطها لا ما نقبلوش يديها تروح يخطب بها واحده اخرى. شوفي اختي انا نجيك من الاخر. اروح. انا وليدي مكمول بكل شيتو. الله يبارك الله يبارك. علاش كتشوفي فيا ماشي مكمولة؟ حشمي. ماما ما تضربينيش قدام الخطاب. حشمي. انا اللي نكوموندي هذه حياتي ماما. ايه معليش هودي راسك حشمي. كي جا كي جا بابا يخطبك هكا هضرتي معاه. نندى في وجهي. ما كاش بيلوت بابا. انا سمحي لي انا اللي ما تحملش الضرب ما نقدرش نديها نقول لكم. لا توصلك. الا انا نفشه المعزه عند بابا وماما تضربني انت انا نفشه السين هضر على الدفشاش بابا هاي صبح عليها بطريحه ويعشيها بطريحه. نفشه بنتي اروحي بنتي اللبا اروحي بنتي اللبا اروحي. انا 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 نوعدك باللي ماشي زوج مرات في النهار مره برك مليحه مليحه تحب الضرب وفرغ فيها الزعاف تاع الخدمه تاع الكار معليش معليش اه تغلب هذه الجهه ضرب من هي. يما يما مليحه انت عندها مدراهم عندها مدراهم. ما اه ماما ما اه ما قلت لا 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 اسني نشوفوا الشروط هيا اختي فيزيه ها كملي كملي واش الشروط تاعكم صح جبتني عند الناس كيما هاد وانا وين على بالي انا جارتنا فتيحه العوراق قالت لنا وسيله هذيك مازال ما تزوجتش روح وقال ما شفتهاش بصح ما صبت غير عاد الطفله ماشي ما يحبها قالت لي فتيحه انا لقيت لك وحده يا وليدي نقروا عليك البنات على بها قول لها فتيحه العوراق وقال ما شفتهاش كاع اي اختي فيزيا انتم ما عندكم شروط انا تنا عندنا شروط يلا املي ما نمليش وش بيها قولي لها وش بيها مزيره روحها تقول صبات جديد عندك الحيره روحها حنونه لا لا حنونه انا كلش فيا جديد مليحه على بالي على بالي جديد وزيد تلبس تلبس من عند مروه الله يبارك وي من عند مروه مروه عليها جديد لا كلاس حنا سوسي نلبسوا من لافريب ها روحي شمي شوفي وما جيتيش في داري عندك ما تسمعي يلا املي لهم شروطك هيا لا وعريه دوك يدفلوا في باطل يما اسمعي يا وليدي مرمتني مرمتني شرط رقم واحد هيا اسمعي اسمعوا اغور غازيلا ماشي كلبه ذهب ما بيفهموها غازيلا قابله ايه اللي قابله زيد صداق ايه 120 مليون الله اكبر كي قابله لا مازال قابله وشنو 120 مليون سمحوا لي خلي وليدي خلي انا مازال الرابع خلي صدق تاعي خليها صدق ديالي راك حاب بطل انا ماشي بطل ديالي سير تعطي لي 120 مليون عليها خدش علاش بطل لقيتني في حك تربح والله نومي قال لك هو انت اللي راكي حتدفع 120 مليون مليحه نقبل معليش زيد زيد انا نقبل عليك 120 مليون بيان سور يا ماما عندهم واحد البقره ولا زوج معولين يبيعوها يعني نزيد ولا نكمل زيدي زيدي زيدي, زيدي الرابع لحقنا تعجيزي عجزي عجزي جنان هاي تاع الخوخ عن اسمي مزيه هذه كان عندنا المحابس في البالكون صافا نور المحابس هادو قرديهم ليك اغرس فيهم النعناع ماشي الخوخ عليه باش كي تطلع لما بلاطونسيون تشربها النعناع احنا تاع القاع والباع فهميهم وحنا ساكنين في فيلا وعندنا الجناين وعندنا فجر تاع الفاكيه كل دور فهمتي ما عندك ما تشرطي تصيبي التفاح تصيبي نسافي تحت ما ماسكي حبات خليني خليني المفيد اعطيني المفيد نعطيك المفيد نتوما تاع القاع والباع وحنا الخلخال المربع والخاتم في الصباح رجعي لها خلاص خلاص وليدي وماذا بك ايش الشرط المهم نسكن واحد بنتي اتاك بيان سور بنتي تسكني وحدك فيلا ب 3 ايتاج بصح ما نجيبش لا فام دو ميناج ماذا بك انت ديري الميناج وكل يوم وانا نجيك نعمل لك غير هكذا علاش حاطه بنتي فروطوار يا ماما مدام فهمي روحك اكي حبيت تدي عروسه لوليدك ولا فم دو ميناج نو ندي عروسه لوليدي ولا راهو الشغل فهمي روحك نوم ليلى ولدي شوفي بنتي انت راكي تشرطي شروطك وانا اللي شرط شروطي انا في رايي انا قبلت شروطك انت الثاني تقلبلي وماذا بيك انا وليدي كي يحب قهوته الصباح ها
هذا مقروط ما كاش الكخواسون لا وليدي ما كاش الكخواسون هذا بغرير هذا يخفف انا ماشي كي تجي قهوه هكذا باسكو لو كان جاي قهوه هكذا كان جا مدحك على بالي هكا اسكنيني يا سيدي كان نهضر معاها انا نهضر اما نقدر ما تقدرش دير له هاد الصوالح بنتي صباحها محروق اختي مفيده الله غالب صباحها محروق بصح يبرى مالا خلاص هذيك انا كرفستها هذيك القاطوه حنا انا ما نكذبش عليك قامت لنا غاليه 45000 ولا قبلش ما نكذبش صح ولا لباس عليهم يما بيان سور تاع الصح صح انا بيان سور القاطو تاع الصح ودوك مع الخبز تاعك شوفي اختي العزيزه يما يما هذا قاطو ويقول لك تاع 45000 اكي حاسبه جمال فاني تاع دالي صبري لا لا مدام ما بقاش معايد مدام باش نقول لك حاجه الا انت تشقاي عليا انا بنت العز والدلال والفشوش جيبي لي قاطو تاع 45000 لا لا توصل الزمان اكي أيوة حاسبه بالجمال باي باي امشي 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 باي باي امشي نروحو ادي هذاك الورد غرسو في المحابس تاعنا حنا الحبس تاعكم ان توكا وين جبتني حتى حنا ماشي تاع وجوهنا هذا وين جبتني C'est la broche en or. Non, c'est pas donné à tout le monde. En or? Oui. Ah, ah oui, elle est avec. Même le public est avec. C'est le chéritain. Elle est aussi. ماداش سمح نونا لا لا على حسب المشهد التمثيلي اللي قامت به انا بانت لي بلي تبان شويه زواخه ما على باليش مشهد مشهد هذاك ما نعرف صح انا قلت مشهد على بالي بلي مشهد شوف هي دوك حتجاوبنا الا هي صح زواخه ولا لا لا مينا باش زواخه نايضه على هذا الشيء سي تادير نايضه على الزوخ لا لا كاينين كاين غران ديفيرونس نايضه على الخير نايضه على الخير نايضه هكذا وكاين بزاف اللي يقولوا لي زواخه وانا ماشي زواخه نايضه هكذا الله يبارك ما شاء الله جمون فو لحبوا يقولوا زواخه جمون فو لا لا بحال جيتو جمون فو قولها ليها ماشي ليا انا ما قلتلكش قولي لي انا قلت راني لا لا هي طرحت سؤال انا جاوبتها ناكي راكي الله يبارك من بهذيك البغوش هنايا يعني اونتخ نو سوجي شباب شويه الزوخ ليه الزوخ كاين بزاف ناس متاثرين بالزوخ بزاف نقدروا نتكلموا على شي كاين ناس تلموا تزوخ حاسبين روحهم باللي بحر ما يدوشهمش اوني داكوغ بحر ما يدوشهمش عجبتني تاع بحر ما يدوشهمش تلموا يزوخوا البحر كومبلي ما يدوشهمش انا شكيت فيزياء بحر وتسونامي ويا ربي لا لا, لا 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 انا البحر يشمخني يشمخنيش كومبلي بون حكي لنا وسيله الناس ولا تلاقيتي مع ناس زاخوا عليك بزاف ولا حكي لنا حكايتك في حياتي انا شفت ناس زواخين زواخين بار اكزومبل في البري شري صباط تاع 600 تقول لك شريته مليون و800 انت كي شفتيه شريتيه بعينك يزوخوا هكا يحبوا يزيدوا في البري يحبوا بار اكزومبل ما روحوش بعيد وحده مع تحكي في تليفون مع فيونسي تاعها الو صافا واش تعشيتي ما قدرت تحكمني الحريق علاش واش كليتي كليت لك خفات وهي ضربت اللوبيا وسيله كاين ثاني اللي يسلفوا الذهب في العراس كاين اللي يسلفوا الذهب في العراس هي هي ما عندهاش ذهب يقول لك الفوخ والزخ والعشا قرنينه فوالا وكاين واحد الحاجه حضرنا لها لو مفيده باللي شفنا وحده دايره الفونتيزي البعبع البعبع تحلف وتقسم بالله باللي ذهب لا لا انا ذهب وسيله لا لا اختي امنتك اختي امنتك هذه نشهد لها والله ماني عليك هذه زواخه بيغ وفات شوفي كاين اقسم لك بالله مينا والله العظيم مش راني نحكي غير سيري اختي الذهب ماشي ذهب فونتيزي تقول لك ذهب
سبحان الله دوك الا نكذب عينيا ما نقدرش. ما عنديش هذيك العقليه تاع نزوخ، عندي ذهيباتي ندير ذهيباتي. وسيله زيد الحاجه، جمال اللي مش فاهمينها الناس، بالك هذا رايي انا الشخصي، الحاجه ماشي في الثمن تاع الحاجه، هي في قيمتها. قدرة تكون قيمتها فضه وهي اغلى، فهمني؟ الناس تروح ما على باليش على الزوخ هذا كامل، ما فهمتش، علاه نسلف ذهب ونروح به للعرس باش نزوخ. وهذه نلقاوها للاسف غير في البلدان اللي بلدان متخلفه، باسكو تروح لهيك ليترونجي نعطيك كان نحكوا كيما يقولوا نوار سير بلون، لي جون لي بلو ريش يعني الناس الاغنى الاثرياء تاع لو موند اللي هما بيل جيت والناس كيما حنا، كيما حنا انا ووسيله تلقايهم لابس عادي وطونوبيل مليحه دار مليحه وهذا ما كان، وحنا تلقاي قيس وتلقايهم يحبوا كيما يقولوا ويحبوا حتى هنا في الجزائر. حنا في الجزائر لحقت سورتو في العوام اللي فاتوا وين تلقاي واحد ما على باليش يخلص مليون يشريهم كاع حوايج ولا يحب غير باش يبان قدام الناس. في جهتنا هكا في قال ما نقولوا طايره عادي طايره واحد طيروا الشبعه ثاني واحد غير يرزقوا ربي شويه ماشي يستحمد ولا يصدق ولا صاي واللي ما يمشيش في الارض واللي ما يشوفش فيه كامل هذه ثاني تدخل في القناه على قد القيمه في الحاجه ماشي في الثمن تاعها. انا بار اكزومبل نزوخ بيما نزوخ بابا قال بابا ولا غير ناس ملاح قال لي ما ناس ملاح هذه صح نهضرها ماشي زوخ هذا صح ماشي زوخ ما تحب تزوخ بروحك زوخ اخلاق انا ما عنديش انا زيرو دينار انا مقله ما عنديش ونزوخ انا عندي فيلا وعندي كدا وعندي كدا وعندي كدا وكاين اللي يزوخ يقول لك انا بابا يخدم كدا وماما في السي ماشي غير في الماديات ليه هادو يخرطوا راه انا داكور باش ما نربطوش سمحوا لي باش ما نربطوش غير بالماديات كاين ناس حتى تزوخ تلقاي بالك مستواه ناقص يقول لك انا كدا وانا نعرف هذيك سي دي جون ايدياليست وفات سي دي جون اللي يحلموا بزاف وفات يحبوا يلحقوا ما يقدرولوش دونك ايزاسيوم با انا كاين ضعاف الشخصيه اي سي نورمال اللي عنده نقص شخصي يحب يعوضها به ولا عنده حرمان بصح مش فاهم باللي هذا هذا مرض هذا مرض بالنسبه لي هو كان موفيز ابيتود عاده ولا مرض يولي مرض لما تكون داير بناس وتحب مثلا تكون مع واحد مريض وانت بصحتك تقول الحمد لله بزاف جمال يولي يدخل في الكذب يولي يخدم في زوج حوايج ماشي ملاح في نفس يزوخ يوصل يولي يكذب لا كاين شي ناس باغ اكزومبل اللي يصاحبوا ناس كبار عليهم شخصيات كبيره واش يدير هو ما يقدرش يكون كيما هما لازم كي يدخل معاهم لازم يولي انسان زواخ لازم يوري روحو بلي عنده كلش وما عنده والو بابا يخدم هكذا بابا ديريكتور في لابونك بابا هكذا ماما هكذا ويا يما مسكينه في الدار تعجن في الخبز باباه كيف بالك ويبيع في المارشي ولا ويقول لهم بابا 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 زوق ماشي مليح فوالا ولا كاين ثاني حاجه صرات كاين وين رجال عندك دائما اخويا كاين رجال يكذبوا على نساهم وي كيكون في فتره الخطوبه نديك فواياج حنا نروحوا على بالك حنا هكذا وبعد نهار اللي يتزوج تقول له راهم لي فواياج اللي قلت لي وراهم هنا يوقع فيها كان باللي زوخ وانفقوا له كاين ناس ماشي تزوخ ناس كي شغل انا نشوف واحد زواخ انا عندي انا نوع عنده نقص في الشخصيه تاعه كاين بير على واش راكي تهضري كاين الناس اللي دعا كيما يقولوا ماشي بلي فواياج كان اللي يقول لهم انا نخدم في كذا وكذا ومن بعد نهار تزوجوا لقاوها ما كاين اللي زوخوا بصح ما عرفوش كيفاش يزوخوا الزوخ ديالهم شغل طلع لي ليميت اللي ما لازمش وكيزوخوا عندهم عاده يبسطها لك يقول لك واش خاصك كدا خاصك بشي طوموبيل خلاص شحال شغلك مفري يعطيك هذاك زوج ملايين هذاك اللي يكسب الجيب ولا تاع شهر روح يدفعيها يقول لها روح يدفعيها ومن بعد نخلص طوموبيل ما ننساوش ثاني بلي كاين عباد يحبوا يزوخوا بصح كي تروحي تسقسيهم تقول لها باغ اكزومبل زعما انا صحاب الفونتيزي تسقسيها تقول لها هذه صح ذهب تقول لك والله والو غير سكتي خليها ما بيناتنا تسمى ما تزوخش على حباباتها مي ماذا بها تزوخ على دوطر بيرسون اللي ما يعرفوهاش لونتواج اللي قاعده فيه ماشي يشوفوها اللي ما يعرفهاش اكزاكتومون واش دوكا نروحو نشوفو لقطات ونعاودو نقولو ان شاء الله وانتي واش فيك زايد يا لالا كيفاه تدخل في عقلك نهار العيد للناس تصبح تلبس تمشط شعرها تلبس قش جديد تدير روج زونغل في ضفارها واش من بارفان وريحه وخلي نروح هنا ندخل يدي في الكرشه ونفك المصاغن غير هادي اللي ما نحبهاش صار هكذا باه ما يتكسروش ظفرك يا لالا نحرم نفسي ما كمش العيد تعرفي ديانا الاميره هذيك ديانا
فوتي تاعها مي كان عندها 6 سنين جمعت فوقه رفدوه وجابوه لي. شو؟ ها مليحه. هذيك التصويره اللي تضحك وتزعف او ميم طون في خطره موناليزا. ها نعرفها الويزا جارتنا نعرفها. نو ماشي جارتكم الموناليزا اللي رسمها ديفينشي راهي عندي حلقتها في الصاله. جيتيني انا حبيت باش نوري لك الحويجات اللي عندي واللي جابهم لي بابا واللي جابهم لي راجلي قبل ما يتوفى الله يرحمه. شوفي خيرات الله العزاز كيفاه دايرين. شوفي شوفي بعينك شوفي شوفي هذا قليل الباقي راه مخبي في الكوف والاخر راه في البنكة. ايه كامل ذهب فيها كاع الكوميرس صايب انكم كوميرس ياها بنيه اها دو ريستو ده ريستورا ريستورو دو ريستو طباخ ولا ايه واحد اورينتال اورينتال ما ديما سمعت هذه واحد بواسون بواس سبيسيال بواسون لو موند اونتي تاع البواسون عندي ميم دي بيتي روكان. شوف اخويا شوف اخويا وعندي زوج تاع واش لا لا سين تاع نيش دو نيش كانيش ماشي نيش تاع الواد اللي تدي التوريست تاع لي بروموناد داك بروموناد ولا زوج نعلم نعلم زوج الله يبارك التوريست بزاف خليتي امور سي بابا زي كوز دو بابا ولا ماشي بابا انا ما نجيش كاع صح خليتي شي كبير اخويا 15 بوس ها لي بوس هذوك بوس تاعك سبور وزوج ليموزين تاع لي ستار لا جيت سات اي تو في خويا جيت سات لا جيت سات ها نتوما ماشي ولاد نيمبورت كوا ولازم تخرجوا كيما ماماكم ها تهضروا بزاف وتكذبوا بزاف انا عم خاتي زايف قلت لك يعني تي وليداتك الله يبارك يخرجوا كيما امهم يخدموا في المينيستير ان شاء الله ان شاء الله تعقلي وقلب فاطمة حليل اللي توحشتها بزاف بزاف ومليكة بالباي جي باسي دو تري بو مومون معاهم فوالا جو تيان لو دير برك هذا ما كان فوالا كيما شفنا من قبل كيف كيف حكاو الواقع كيما راهو بصح كاين زوخ تاعهم زوخ تاعهم ماشي قبيح بزاف ماشي قبيح بزاف زوخ كاين دي فامي ولا جيران ولا جارات نقدروا نقولوا بلي الزوخ ما يضرش بصح كاين ناس واحد اخرين اللي مرضوا لي مرضوا لي مرضوا اي جمال واحد الزوخ سي دي ميتومان وفات عايشين مينا تفضلي كاين واحد الزوخ سبيسيال كاين كل وحده في الصيف الناس تحبس من القرايه وتحبس اوتوماتيكمون وانا نروحوا لدار الدوار عند جدودنا هي في الدوار الريزو ما عندهاش تقول لك والله جوزناه في الطاليان الريزو ما كاش ما يحكموهاش راني في الترك احنا اللي مالديف قادره يا ما تجينا ماشي هكا واش فيها ولا الناس اللي عايشين في احياء الشعبيه انا بنت حي شعبي وفخوره ونوجه تحيه كبيره للحي تاعي انظف ناس احسن ناس ما فهمتش علاه ناس تشوف باللي الاحياء الشعبيه انا نسكن في سيدي يايا نو كونترا في ابراهيم على هنتوما برك عباد شو مفيد باش تعرفي باللي درك الوقت اللي رانا فيه حتى الناس فاقت الناس فاقت باللي الشيعة هذيك بكري اللي يقول لك سيتي وكذا هذيك نو نو لا اعطيني والله يا جمال هذه نقطه مهمه كاع ولاد حي شعبي انا بديت نقلق انا كنت نفكر حوايج كيما هكا على بالي بين واش الفرق بين حي وحي هذاك فيه الكارلاج وهذاك فيه القدران راني معاه هو باسكو بكري كانوا غير احياء شعبيه ما فهمتش كيفاش حبوا يقولوا انا بنت حي شعبي ونموت على الاحياء الشعبيه وفيف الاحياء الشعبيه وتحيه القلعة وحي الشعبي تعرف عليه والله يا جمال والله الطيبه والكرم ومع كل تلقاه في الاحياء الشعبيه وفي الناس البسيطه والناس الناجحه الناس الناجحه كل الشخصيات والناس اللي راهي ناجحه متقدمه هكذا خارج من الاحياء الشعبيه واحد يدير شويه تا دراهم يشري لك فيلا في بلاصه كلاسي واللي ما يخرجش من هذاك الحيز شكرا تحلي بيه يشريها ب 40000 فهمني غير باش يزوخ باش يزوخ باللي شريتها هذه شريتها من سيدي يايا وحنا كيف كيف انا كيف كيف هاد اللي كتا مروه ماشي تاع سيدي يعني فيهم عليهم وكاين هذه مروه هذه مروه انا نقولها مروه هذه تاع مروه صحتك يعيشك صحتك وكاين الناس ترباو وكبروا في احياء شعبيه باسكو كاينوا عليهم على كيما نقولوا فيهم وعليهم كاين اللي ترباو تماك ما يقدروش يعني يتقبلوا الواقع تاعهم اللي هما ترباو في حي شعبي ومرض وما كاش اوتور دو ما كاش عباد مرفه مرض نفسي
فوالا انفصام في الشخصيه. انا شخص بلي شخصيتو ضعيفه ما قدرش يلحق. لما تكون شخصك لما تكون شخصيتك قويه تقابل كامل الناس وتقول بلي انا كذا وانا حاسبني على شخصيتي. انا رايحه نعطيكم نوتخ بوتي جو اليوم. راني اربيتر وفيت راني في وسطكم. انا راكم دون اون سال داتونت عند ان دونتيست. كيما راكم كله ولا وسيله وجمال بين ربع راكو زواخر. لا 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 انا ما تدينيش للدونتيست عندي ديجا. انا قلت للمخرج ما تزومينيش يبان فمي مش مليح نخاف من الدونتيست. انت يا شابه مملو كان ما عندكش كاع فم. انت شابه ربي يعيشك. هيا راكو سلاش غيرتي دونتيست السمانه اللي فات عانيت بالدرسه يا اختي. مالا تجسدينا لهاد الشخصيه. سمحي لي اليوم نقول لك الحصه اللي عرفتيني بها شوفي حرقتيني درتي لي الكسرات ديتيني عند الدونتيست راكي عذبتيني بابشع الطرق اليوم. شكون مش هي دونتيست؟ ماشي هي. لا حصلتي في مينا تقولي لي انت يا دونتيست. ماشي دونتيست انا. انا كل مشاركين في هذا ولا اشكون؟ انت يا مالا مدام دونتيست انت. بكل صراحه انا نكره دونتيست. خلاص بدي لهم دونتيست. لا لا خلي دونتيست. نكره دونتيست. انا نخاف لي دونتيست. انا نخاف منهم. انا ثاني نخاف نخاف باسكو كومام. هيا دوكا ديروا لنا المشهد تاعكم هذا اللي راح يطول شويه. تسمى بين ربعه زواخين وكاع بين ربعه زواخين ورانا عند دونتيست. وراكو عند دونتيست. اوكي اوكي شكون يبدا؟ هاي بيسك راح تكون سامبدا. هاي نبدا انا بيسك راح تكون سامبدا. وسيله وسيله انت تبداي. تبداي وسيله. روحي وسيله. هضرت مع هاد الدونتيست وقلت له ماذا بك سناني كاع سيراميك. انا حايطه دراهم كبار ما يهمونيش انا الدراهم. ليسونسيال سناني يكونوا شابين هدا ما كان. انا توكا دروسي تاع الذهب باك درتهم في الترك عندي سي مو بداو يروحوا فيها ما نعرف اذا يقدر يخدمهم لي ولا لا. لا داير السنه تاع الذهب. نعم باك تهبط الباب الواده ولا تروح منا ولا منا باب الواد يجريسيهم لك. انا توكا كي نحبط الباب الواد ما نضحك ما نتبسم. نكون في الكات كات تاعي فيومي غالق ما انا مدايرتهم بلاتين وعلى بالك كي مرضت قالوا لي ديري لي يا غيم ما تقدرش نفوت بلي يا غيم وعندي البلاتين. انت هي دخلت رجلي وحدها وخليت راسي برا. قالوا لي يا غام جميل تحت برك. اي باش ما نخسرش باش ما نخسرش اسناني البلاتين. وزيد نيفيتي يا نيفيتي نيفيتي ناكل العدس عرفوا علاه باسكو انا نفواياجي بزاف. كي نعدي في المطار سكانير ولا حاجه يصوني في كرشي حديد. بيان سور. الوغ ما ناكلش العدس كرشي ما تحملش العدس يصوني الحديد اللي يشكل فيا يفركتوني. كيما انايا هذيك الخطا قلت لماما قلت لها ماما ما تزيديش طيبي الباخ كاس بيسكيو جاني دلي لحغيك ما نحملوش. على بالك اختي انا علاه جيت للدونتيست على جال هذا المشكل تاع انا ثاني كليت عند جداتي كليت عندها الباخ كوكس. حصل لي هنا امين شدها حصل لي هنا في درستي هذه اللي ما كانش جيت هنا باش نخلص يا لو كان 10 ملايين ونحلي الحبه تاع البرخ كوكس من سناني البلاتين. انت امراه كتلاقاي مع جداتك انا ماش حابسه بلي فواياج كل مره وراي تروح ملي دارت الفيزا راهي. جداتك؟ جداتي يا مالا سيرو تعرف جدي. جدي ساكن في الطياره عندها الكابه تاعها تاع الخيشه هذيك وضلت تروح مع بنات وراي. جدي ساكن في الطياره. وي احنا لا انا ماني الطياره تاعها. بومل عليها ما يتلاقاوش. شرا طياره وشنو دارت لها الحنه من قدام؟ انا سمحوا لي سناني نخدمهم في دبي. وين؟ في دبي. دي مودي دبي. تاجر دي مودي. جيت لعند هذا يا ربي ربي برك يعرف يخدمهم. كي رحتي لدبي؟ دبي نورمال سخانه. نورمال حبيبتي نخلص اونورو. يا لالا حبك باللي سخانه تما في دبي تجبني دي موندي كريبون. يا اختي جي لابيتود نروح انا طول طون. انا دبي عندي مارشي. ايه على بالك الدغني يا فوا قالوا لي ليها غير ما كله يا خوتي يا خوتي بزاف عليا. سني سني يعطيك حبه في لسانك سكتي فتي البي تاع دبي عاودت درت له ترانسفير رحت لامريكان. ايه نيار اختي على بالك من الصباح نقول وين شفتك تلاقينا في المطار قلتي لي شدي شدي هزي معايا هاد الشوكولا راه زايد عندي الميزان نو. وي وانت كان عندك كانيش في الماريكان. ايوا انت جبتي كانيش صغير. شفتي جبتو كادو الماني. هذاك الكانيش المشيال تما ابارامون. بصح درك اسمان. ابارامون كان هارب لمولاته وانت ديتيه كان ضائع. جامي دلافي عمرك شحال شريتو بالدولار؟
ايه شريت على بالك شريت الصوف وحده على بالك بلي انا مو ماري واش قال لي قال لي بتقلق الشقه روحك نجيب لك بيغوك يعاود لك قال هضره واش كاين في الدار اصلا يا اختي شفتي هذاك الكانيش اللي حكيتي عليه شريته ديطاييتو باش نجوزو ما عندوش باسبور نحيت الصوف وحده ورجلين وحده وكي جيت هنا ركبته ما كاينش زخ اكثر من هذا انا ما قدرت لهمش مينا انا خسرت ديالو كل نقطه سوداء كاع كيما راكم كيفاش كاع عندكم نقطه شويه صغيره لا هنا الزخ يولي يتحول للكذب قلت لكم بلي الزخ يتحول للكذب هاي وليت الكذب الزخ واش حبيت الزواخ شكون يكذب فورسيمون واش قلت لك ما قدرت لهمش انا كي شفتهم هكذاك خلاص لا ما انت ما قدرت انسحبت بشرف انسحبت خلاص اسكت خير جدك جداتك ودوكا لي جون نروح نشوفوا الجزائريين واش رايهم في الزخ فوالا اون فا اترافير دي فيديو مرحبا ها الحمد لله متواضع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صح قال لك من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضع في العرس ما من داك ماشي بك في العرس كاين ماشي غير نساء نساء ورجال يزوخوا واحد اللي يحب طوموبيل مالغري مش تاعو يحب يركب فيها بوغ اتيغي لاتونسيون لي فام تتلف مش عارفه جو سي با ولا ذهب ولا حاجه اللي مالغري مش تاعها جيس باش تبان الرجال ولاو يطيحوا خشان اكثر من نساء باغابوغ لينا حنا ولينا حنا سامب نحوسوا نخدموا ونجيبوا الدراهم هما اللي دوك خلينا لهم ليهم هادوك خلينا لهم ليهم التبياش وكل حاجه راهي ليهم انا يعجبني كل راجل يزوخ ما قال لي ماشي شباب ومزعوق وكيزوخ يعجبني نموت عليه يزوخ مانيش عارف يزوخ كاين اللي يزوخ بالمنصب ديالو كاين يزوخ بحوايجو كاين كل واحد وكيفاه يحبوا دي توجور يوري روحهم درت شريت هذه حاجه شابه انا ندير هكذا يحبوا يروحهم كشغل مالغري ما عندهمش الدراهم ولا ما عندهمش لي موايا يحبوا يشرو غير الحوايج اللي طوب لا مارك الحوايج اللي ترو شير ولا والله نقدر نقول لك شفتها في المراه زواخه وشفتها في الراجل هنايا ما كاش هذه فرق ولا كذا وكاين شويه بوتيت نقولوا شويه زايده المراه هذه باينه معروفه راكم رايحين تواضعوا احبطوا لعند ربي حنا ما نسوا والو نقدر نقول لك حنايا كيما يقولوا ما كاش واحد ضعيف كيما الانسان بين المراه وراجل راجل ثاني زوخ المراه واش نقول زوخ ان بو بلوس علاه باش يرضى بها الراجل باسكو شفت رجال يزوخ وماتيريال وكذا هي زعما تقول لك ميم موا فهمتي نبين روحي شويه باش نجيب بلاصتي معاهم مي اون جينيرال راجل هو الزواخ الكبير نو مانيش زواخ نو ماشي زواخ لا فوم تزوخ بكلش هاك حاسبين روحهم تزوخ بدارها بسيارتها باي حاجه باي حاجه تزوخ يلعبوها انا نيش اون بون بارتي زواخ فون افيكا لي فوار هنا باغ اكزومبل يحبوا يكونسوميو بلو شار فهمتي زعما تحطي لهم حاجه ميم برودوي زعما الاخر 20 دينار الاخر 100 دينار يشري 100 دينار انسى زواخي بصح كاع مزعوق كاع ماشي شابين انا مسرار حلو سكر يموتوا عليا عشقي في الزين صراحه غي والو زادت روحي اسبابيه للهوى زينه الدواح اسبابيه للهوى زينه الدواح يوم عطفو بسمع المسرار هذا الحلو هذا يا السكر هذا يا اختي عنده الحق يشكر روحه هو يزوخ يزوخ في ثلاثه شوف في حلو مسرار وسكر يموتوا عليه والله خير يموتوا عليه ولا لا لا وفي حلو والله خليه يزوخ مسكين كاينه وحده هضرت قالت كاين واحد التعليق عجبني باسكو نعرف عباد اللي جايين هكذايا قال لك هذوك اللي يسرقوا طوموبيلات تاع سوا ماليهم ولا انا نعرف عباد وفات يخدموا في واحد الشركه ويدوا الطوموبيل تاع المسؤول تاعهم ويروحوا يبعثهم يروح يشري ولا في طريقهم هذوك يتلاقوا مع بنات يعجبوهم ولا ويطيحوا دي زونتربرونور زعما الطوموبيل تاعو انا نروح لك لوان سمحي لي قاطعتك انا في هذه صارت في الجي اوتيل فواتوري تاع لي زوتيل يعطوا طوموبيل يكاري في الطوموبيلات ويروح
يروح يقضي شغالاتو ويقول لهم طوموبيلات تاوعي وحنا بنسوف الكرارس وعادي. كاين ليكرو اوسي كاين ليكرو طوموبيلات دو غروس فواتور دو مارك يكرو اوسي داو يدور نو كاين اصابور ويت كاين ثاني دي كوبين يكونوا ما يكونوا حبابات حبابات ومن بعد تيك تقول لها نوصلك لداركم ايتو توصلها ديرها في واحد الكارتي شيك وين كاين غير لي فيلا والاخر وتقول لها ديبوزيني هاي دارنا هذه حبيبتها هذه كيما قالت مفيده مقبل ناس بالك تحشم عندها تقول لك عندها تحشم بالكارتي تاعها الفضيحه الكبيره باغ اكزومبل سي كوبين يجوا ليها كاش نهار باش يريكوبيريو يديروا لها لا سوربريز يجوا يدوها يوصلوا هذيك الدار وين حبطوها هكذا ويصونيو في دار الدار قال قل الفلانه تهبط ما عندناش ما عندها حتى وحده واش حلوه عرا هذا عبق قصف باش تشوفي بحر وبر نو باش تشوفي الزوخ وين الحق صرات هذه صرات واش داني انت تقولي هكذا كاين الحكايه تاع الزوخ كما كنا نحكوا مقبل كاين زوخ نورمال عادي تاع الجارات ولا تاع العائلات ولا كيكونوا صحاب بصح كاين اللي فاتوا الكذب فاتوا كذا وكاين اللي يتجرحوا على بالك يكون واحد مع واحد ما عندوش وزوخ باللي عنده وقت تجرح فيه وكيكون واحد بصحته مع واحد مريض راك تزوخ عليه وتوري له وتقول الحمد لله بصحتي راك تجرح فيه انديريكتومون بيان سور فكرت حاجه ضحكت نعم كاينه حاجه تسمى بالكراف على هذا الشيء اللي حكيناه كل انك تروح مع جماعه وطيح كلاس كيفهم انا ايوا في ريستورون هذيك الواعره دوموندي واش هضر لك حاجه بيزار دوموندي من بعد تجيك ماكله بيزار وتاكلها وتقفل فمك يا ابن عمي وتقول بنينه سي بون بيان سور لا 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 ما نقولش بنينه هادي يقولوا كيفاش دومون مولف ناكلها في طاليان ايه مولف ناكلها هادي بالك عمره ما ذاقها كاع راهو ياكل في البخيخ شنو نفخ الان نروح نفوتوا كويز واحد اخر يا وسيله اليوم راكي محبوبه يا اختي وانا علاش هذاك مازالين يحبوك مازالين نتالم بصبعي على بالك دوكا تحب حاجه مش ضرك دوكا لا لا دوكا على بالك دوك وفيت دوكا علي هكا على بالك راكي دون لو دومين ارتستيك حبينا نشوفوا كيفاش وسيله تصبغ اسكو المراه خير من الراجل ويا سيبورتيوها يقدر يكون سباخ خير من المراه انا ما نحبهاش ما نحبهاش هاد ليكسبريسيون باسكو كاين دي فام اللي يعرفوا يسبوا بصح هكذا باش تجيني وسيله زائد امين يساوي حب ايه هي حب كتبت روحي عرفناها فهمناها فهمناها عرفناها سي بون كمليها ديري قلب برك قلب صافا هكا صح فنيه فنيه وفي لاكولور جمال واش رايك في الصبيغه تاع وسيله انا والله غير كيما كنا نحكوا مقبل وقيلا نجيبوها لتصبغنا سال دو بان ماشي مشكل خويا نصبغ لكم ما عنديش مشكل انا مورفا نصبغ في حياتي صبغت شحال من دار ونكر ربي حسبي الله نعم الوكيل ما خلصونيش كلاو لي حقي كلاو لي عرقي بصح انا تصبيغه انا هاد الصبيغه تعلمت بها ملي كنا صغار في الدار كنا نصبغوا كنا بابا صباغي ما صباغه حنا كاع علمناك وسيله وراثي حنا وراثي كي شغل نصبغوا كاع نصبغوا دوك فيزياء دوك تحبي نصبغ نصبغ ماشي مشكل لا كنصبغوا ما عندناش مشكل بالعلامات الخصوصيه انا قصت كاع سروالي سروالي جابوهولي من باريس مي ماليس خويا جمال كي تعول عيط لي ماشي مشكل اه يا خلاص ماشي قلتي لوس انجلوس رابيد رابيد انا عجبتني رابيد رابيد وجني قريب 10 دقائق متر متر ونص صافا بيان سور انا كان نجيب هاد تصبغ لي الدار زاكيت صافا لا على الدار تكملها في عام ونص نصبغ لك رابيد ما نخلصش عليك السومه ندير لك السومه تاع لي زامي تاع الحباب يعطيك الصحه وسيله على
كل حال تبين لي بلي انت عندك شويه عقده نفسيه من المتزوجات. انا كي كتبت الاسم تاع زوجك شغل اقشعر بدرك دوكا راك دوكا انت راكي ترجلي معايا. انا سيريو اختي هكذا عبد الكسره قلتي لي ماشي هكا صباغ قلتي لي ماشي هكا. عندك ثروزيام تروك لا كي حديريه ثاني علاش ايوا مازال دوفين ما على باليش كوني ظريفه معايا راح نكون معك خفيفه. لا نغسل الحوايج نسهل لك روحي هكذا حطبه انا ما نروحش حراقه. لا قلنا حطبه ما قلناش بلوكه صح حطبه ايه فيها مسمارات مسمر ايه سناي دوفين واش كي حديري حطبه فيها مسمارات ابا بغي واش كي حديري واش ندير هي باين راح يجيبوا لي كلاب وتنحي نحي المسمار من الكلاب نحي المسمار من الكلاب نحي المسمار من الحطبه ايوه ماشي مشكل معليش يا بطل نشوفوا لا فورس ديالك وسيله نحيهم كاع مسامر رباح رباح يعطيك الصحه رباح. راكي اسمعي راح نشوفوا ثاني واش حل تاخذ من ثانيه ديري حسابك نحسبوا معاها جوكر جوكر معليش نعاونها خمسة صافا نحات خمسة تصفيقات كبيرة على وسيلة نحات خمسة أكثر من اللي بقاو قادوا واحد زوج ثلاثة أربعة معليش نقدروا واكو أنا نقصر ولا نحي نورمال معليش إشكال. ألوغ إل نو غيست أن ديرني كويز أن ديرني ديفي هذا ليا هذا راكي تشوفي فيها بين بلي ليا باش ما تقولش بلي حقرناك وانت راك الراجل الوحيد في البلاطو افعال الوحيد كاين رجال خفاء اللي ما ناش نشوفوا فيهم على كل حال ولكن راك هنا الضيف تاعنا
وسيله مازالها تبروكولي تبروكولي يا اختي بالسياسه على البلاطو تاعنا كامل. دونك يا جمال جبنا لك قهوه، وهذه القهوه تنحط عند عاده عند التراكه كي يروحوا يخطبوا هكذا ياك اوني داكور. تفضل تقدر تسمع هذه سبيسيال. هذه وي سان كافي سبيسيال وفيت سان كافي سبيسيال. ماذا بينا تشرب وتعطينا رايك؟ بالك ان شاء الله بروالا ربما راك قبل ما نشرب نقول لك باللي نقول لكم باللي في حياتي ما شربت القهوه. اه انا ها زدت وحصلتوني تاع الصح. لا بمناسبه على بالك تما واش دارت كاع وسيله راح نخلصوا انا فطر. دونك انا نشرب القهوه واش ندير؟ واش يقدر يصرى لك كي تشرب القهوه؟ ما يصير ما عنديش الرجي في حياتي ما شربتهاش. ماشي با دالرجي خلاص البلوز امبورتون ما نشرب. راك حاب تتزوج اشرب بسكوت. اللي ما يقدرش يسمن. دونك راني مع بابا الطفله ولا مع الطفله؟ لا مع باباها. يتسمى هذا باباها لازم نقنعه باش يمد لي بنته. ايوا انا عمك منصور النجار. عمي منصور هاي اوكي. هيا روح. لا يا وليدي خرب جابك. انا اكسيون مخرج. انا مديت لك اكسيون شنو نزيد لك؟ العب يا وليدي خرب جابك. عمي منصور. العب. صدقني في حياتي ما شربت قهوه بنينه كيما هذه. وبان باللي اللي طيبتها كل صباع بصنعه. وكيما يقولوا باش ما نديش 10 طرقان نجيك ديراكت ونصارحك واش كاين. جيني من الاخر يا وليدي. ما نكذبش عليك انا السمانه اللي فاتت كنت مع فاتح بويون تحت اللي يخدم في الحومه اللي يبيع الخضره وجاست واحد البنيته تسمى ما نكذبش عليك دوك نصارحك انا جيت كيما يقولوا البنيته دوك انا شفت وحده كانت ما تقوليش معوجات على الحنا بتاع بنتي شب لا لا باليش هي كانت لابسه ضرب زيد شرب جمال زيد شرب يا عمي منصور يا عمي منصور صلي على النبي عمي منصور تشوفني في الطفله تقولي صلي على النبي الحمد رسول الله وش حاب؟ صدقني بربي غير شفت الضرب شفت الضرب تاعها يتكركر كي كانت تمشي قلت هذه هي اللي تليق لي هذه هي مولات الحياة وكي سقسيت عليها قالوا لي بلي عمي منصور مازالوا له ثلاث بنات وميم طون شرب احكي لي احكي لي باباك شكون باباك؟ اوه مسكين هاي كاميم هكذا وميم طون زيد شرب وزا كي اسمك كي اسمك الله؟ انا اسمي جمال. شوف جمال انا دير مليح في بالك بلي هذه اللي طيبت لك قهوه هي مرتك وحياتك قاعد تكملها معاها تلقاها ولا غير عينيك نفقس عليك بالكلاب يا بحالك على هاد القهوه نحطها في عيني يا عمي القهوه شحال مليحه بالنافا سي بون سي بون يعطيك الصحه ميرسي برافو واش احساسك نقول برك بلي قهوه مالحه قهوه مالحه احسن جبت واحد يعرس في الطرق في حياتي ما شربتش قهوه وكي شربتها شربتها مالحه شوف هادو الاداه تاع تراكه زمان كانوا يديروا هكذا بصح لو كان حاول عوائد هذه تاع الملح كانوا يديروا قهوه بالملح وي بالملح ايماجين زعما حنا في الجزائر حنا في الجزائر زعما تخيلوا يجوا يخطبوا قهوه بالملح عباك باللي البنات ما يتزوجوش والله ما يتزوجوا يقول لك راهم يحاوزوا فينا هادو من الاخر حنا شوفي حنا وسيله شوفي حنا ما نديرو ني ملح ني سكر ني والو لا نديرو حنا نختموا الحصه تاعنا عندنا مفاجأة حلوة أنا نقول حلوة وعندنا مفاجأة في البلاتو أوكي سرعتو رابح بالمفاجآت أحسن مفاجأة اليوم هي الكبسولة جايوز أنيفرسير جايوز أنيفرسير جايوز أنيفرسير وسيلة جايوز سنة حلوة يا وسيلة سنة حلوة يا وسيلة سنة حلوة وسيلة سنة حلوة وسيلة جايز انيفرسير كل عام وانت بخير جايز انيفرسير ما شاء الله يوم عيد ميلاد كبسولتي ان شاء الله كل عام وانت بخير واش رايك في هذه المفاجأة؟ بزاف خلوها تنسف باش ما تقش روحك غير نحسبوها نحسبوها انا معود ان شاء الله نتلاقاو في عدد قادم انام
ونخلو وسيله تقطع لنا الكاطو تاعها وان شاء الله نورمالمون تخلي لنا دوكا لاش تاعك شحال نورمالمون هي صاص دي با مي الا عندك نو ما عنديش اشكال ماشي بون لاش تاعي ما راح نزيد فيه ما راح نقص فيه زايده في 89 لوسيس فيفري في عمري 29 الحمد لله الله يبارك ربي يطول عمرك وقولوا معاك على خير وسيله على بروشين ان شاء الله ميرسي يعطيكم الصحه ميرسي لاموف ميرسي فيزيا ميرسي مينا ثاني كل خير يا شيري هيا زفي وانا طفي وهاي كاين ميم شوكولا لي دي مون دي تاعها 2 3 4 كي عرضتوني في الحصه تاعكم حصه جديده كونسيبت جديد ما شفناش من قبل حصه هكذا كنت فرحانه مع لاموف مع مينا الشطر مع مدام فيزياء كنت فرحانه بزاف الميسيون كانت سامبا كان فيها القصرة فيها الضحك حكينا في مواضيع اللي عزوخ حكينا مواضيع على فارس الاحلام البنات كيفاش يشوفوه الوغ كو انا نقول للبنات باللي يا طفله ما تشوفيش فارس الاحلام شوفي العقليه هي الصح هذوك المظاهر وهذوك كامل زياده كي تكونوا متفاهمين هذاك هو الصح حبيت نقول حاجه برك انا ما عجبتنيش كي قالوا لي ديري الكسره لانه عندي حساسيه مع الكسره هكاك ودرت ديزيفور ودرت الكسخه دايغ تحرقت من صبعي هذايا من صبعي تحرقت شوفوا مي نورمال كنت فرحانه عجبني الحال عبد الرحمن تاني كان بزاف ناس ملاح عطالهم قالهم سبغوا قولها تسبغ سبغت نورمال سبغت بس انا مرة نسبغ بروفيسيونيل في السبيغه تاني واش نقول لكم فهيمه دارت لي سوربريز مع لاموف داروا لي انيفيرسيك سيتادير انيفيرسير وانا كنت فرحانه بزاف وصافي بليزير جيتكم ونحبكم وطوب كنا طوب وحنا طوب والله يلاقينا في ساعه الخير ان شاء الله وسيله اللي تي سبونتاني جادوري جمال غانيت جمال بور لا بروميير فوا نحضر معاه وكنت توجور لانفيتي ديالو كوم بار هازار ولا هو لانفيتي ديالي j'ai adoré il était spontané في لو جو تاعو عجبني بزاف وانا نقول له الجمال جاب لي ربي تكون اكتور هايل بو موا ماذا بيا تلعب معايا في كاش فيلم افيك بليزير ووسيله غنيه التعريف كانت حنونه كانت ظريفه فريمون نعرفوها وسيله كيما كامل الناس يعرفها وسيله اي بور مينا اليوم شفتها سافا تعقلت شويه ما كاين لاماس بيناتنا على كل حال مي انا جلام بيان فرانشمون جلام بيان هذيك الطفله باسكو الي ديريكت الي ديريكت و ساجر كي تهضر من قلبها وحنا ما بيناتنا والو حنا نحبوا نلعبوا بيناتنا وصاي سا ساريت لا مفيده جلام بيان اوسي كو مفيده تاني اللي في قلبها اللي في لسانها و تعجبني باسكو تهضر بوكو بلوس على وليدها ربي يخلي لها وليدها اليوم بيزارمون ليميسيون سي تري تري بيان باسي enfin تري بيان باسي par rapport à l'entente اللي كاينه ما بين لي زانيماتريس طاحت المحبه
واحد يعني واحد لا سينسيريتي ما بيناتنا الله يجعل الخير. جيسبر كو سيتي فريمون سينسير ان توكا دو مون كوتي سيتي فريمون سينسير. ما خلطوش فيا دونك اوتوماتيكمون ما راحش نخلط فيهم. Pour les invités, ils étaient super spontanés. Je connais Wassila depuis assez longtemps. Je l'ai déjà croisé des projets. Donc il y a une bonne entente entre nous, Mnindek, parce qu'elle est très spontanée. Ou Jamel, c'est la première fois que je le rencontre. C'est quelqu'un de très sage, même si il pense à lui. Mais au fin de compte, non, en fait. C'est quelqu'un de très simple, de très sympa. Je leur souhaite à tous les deux une bonne continuation. Oul Zemilati, les nhabhom, Moufida, Aziza. كانت مريضه شويه اليوم مفيده ما بايش الا مركتو لها كانت عيانه حتى انا راني عيانه شويه والله غير بنينه كامل والله غير غادتني باسكو ابارامون سي لو سول تروك اللي ما تعرفش ديرو جلا كومبرون كامل عندنا اي فو با اكزاجيري نون بلو كامل عندنا اون بتيت غوسيت اللي ما نعرفوش نديروها وكامل كي نروح يقول لك اه ما تعرفش ديري هادي باوي كل واحد واش يعرف يدير كل واحد واش ما يعرفش يدير نو سي الي تي بون مي وشنو ناقصه شويه سي نورمال. عجبوني الضيوف اللي كانوا معنا. وسيلة ماشي كي نقول لها عجبنا حنجامل باسكو خدمت معايا ولا نعتبرها كيما قلت لها كيما بنتي ولا باسكو وسيلة هذه هي وسيلة اللي ما يعرفش وسيلة يقول لك هذه علاه دير هكا. هذه هي وسيلة طيبة نيتها طيبة كيف كيف خفيفة الظل هك هذه وسيلة روحها نضيفها. جمال بالنسبة لي أول لقاء معايا معاه كي تشوفوا تشوفوا كشخصك تقول هذا حط روحو كلاس بصح كي مين هضرت معاه مام في الكوليس مربي بزاف وانا معروف عليا نهضر في الوجه ما نجاملش. هذه هي علاه يقول لك ساعات تسمع في لي كومونتير ولا تسمع يقول لك اه مفيده واعره مفيده واعره مفيده ماشي واعره. انا اعقل العقلات واش هي ما نشتيش الظلم وما نسكتش على الحق وما نلعبهاش وما نحبش اللي يلعبها. هاد الاعداد للتحسن تروح للتحسن. هاد الاعداد الاولى تاعنا نقدكم بناء يفيدنا بصح النقد اللي يهدم ما كان له. احنا اصلا ماناش نعالجوا في ما نديروش في لامورال ولا هذه قصره قصره علاش سميناها سوق نسا في سكوان تلقى نسا تلقى تشقلاله كما تقولوا انتم هنا في الجزائر تلقى عند الحفافه في الحمام في العراس في الديار شكشوكه. هذه هي معناتها سوق نسا. نشكر الضيوف اللي شرفونا وعطاونا ثقة وحطوا فينا الثقة اللي ما لبلهمش احنا اصلا ما نقولوا لهمش وما نشرحوا لهمش الحصة كل شيء يجيهم مفاجأة. معكم جمال نادير. الحاجة الأولى نقول لكم يعطيكم الصحة بما أني كنت الراجل الوحيد في هذه الحصة. نبدأ بالفرقة التقنية لازم يعرف المشاهد باللي واش كنتوا تشوفوا كامل كانوا واقفين موراه رجال وكانوا واقفين موراه بزاف تقنيين. المخرج يعطيكم الصحة على هذه الحصة ونظن باللي المشاهد لازم له يشوف حصص من هذا النوع اللي تكون خفيفة تقدر تحكي على العديد من المواضيع اللي تهم المواطنين والمشاهدين. إن شاء الله نتمنى مزيد من النجاح لحصة سوق النساء. يقولوا سوق النساء واعر بصح اليوم سهلوها علينا المعدات. طبعا ما ننساوش لي واقفين مور الإعداد إيمان فدوس وفهيمة بن سعيد اللي نتمنى لهم التوفيق والنجاح. نظن باللي مليح أننا نتناولوا بزاف مواضيع اللي تهم المواطن والمشاهد في يومياته اللي يشوفهم في يومياته وحاجة مليحة أن تكون عندنا حصة من هذا النوع. إن شاء الله برك نزيدوا نشوفوا حصص من هذا النوع وكل توفيق لقناة الجزائرية وان ويعطيكم الصحة.